تربية الأرانب صناعة كبيرة في مصر، وبيميزها إنها منظمة عن صناعة الدواجن مثلا. طبعا الفرق كبير بينهم في الحجم، لكن الأرانب معروف أولها من آخرها، يعني اتدربت كويس وطبقت الأمان الحيوي في المزرعة وفهمت يعني إيه أرنب وأمراضه وعلاجه بيكون إزاي وتركيباته العلفية واحتياجاته في البطاريات ودورته وتسويقه إزاي، هتنتج وهيبقى عندك بدل الأم 1000 أم أرانب منتجة. أما أي إهمال فده معناه لا قدر الله نفوق القطيع وخسارة ملهاش أول من آخر. دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا نموذج محترم في تربية الأرانب في محافظة السويس، منظومة أسسها المربي أحمد حسين من حوالي 16 سنة، ونجح كمان في إنتاج سلالات أرانب الهاي بلس النقية، ده بخلاف تصميم بطاريات محلية لتربية الأرانب، وكمان بقى وكيل أكبر الشركات الإيطالية المتخصصة في تصميم بطاريات التربية النموذجية. مش بقول لحضراتكم منظومة متكاملة. خلي بال حضراتكم، السلالة اللي بينتجها أحمد حسين من أرانب الهاي بلس مواصفاتها محترمة، وبتتميز بالثبات والتجانس، وبتتحمل عدد الولدات المتكرر، وصحتها ممتازة، ومقاومتها عالية للأمراض، وتحويلها للحم عالي وسريع، يعني مفيش أحسن من كده. المربي أحمد حسين بدأ ب 35 أم أرانب وخسر، وطارت كل فلوسه اللي يدوبك كانت 3000 جنيه، وبدل ما يخرج من الصناعة زي ناس كتير جدا قرر يكتشف أسباب خسارته ويشتغل عليها، وبالصبر والكفاح وضبط العنبر والأمان الحيوي نجح في التربية وبقى من أهم المربين في مدن القناة. تعالوا نقابله. أنت بدأت جات إزاي مع الصناعة؟ أنا طبيعتي كنت غاوي تربية حمام، تربية عصافير، تربية أسماك زينة، فرخت في كل حاجة من دول. 13 14 15 سنة هواية صح كده؟ تقريبا كنت من سن 14 سنة. تمام. وجات الأرانب عن طريق الصدفة. بس ازاي الصدفة دي بقى؟ عن طريق الصدفة والله، يعني لقينا ان اكتر من شخص بيكلمني، طب ليه ما تشتغلش في الأرانب، طب في اكتر من مكان، طب في اكتر من سلالة، طيب حاول ان انت تنتج، حاول ان انت تكبر الحاجة وتعمل مزرعة بالفعل، والقدر خدنا ليها. طيب خليني اسألك على السلالات دلوقتي، سلالات الهاي بلس. انا كمربي عايز ادخل مجال او راجل محترف في المجال، اعرف منين السلالة كويسة اللي تقدر تديني لحم لو انا مش عايز اشتغل لا في سلالات ولا في بطاريات؟ انا بسألك دلوقتي في حتة اللحم، السلالة الجيدة اعرفها منين؟ لازم طبعا بنقول الارنب، مواصفات الارنب او مواصفات الذكر، متوسطات الوزن. النهاردة انا هاخد سلالة، انا بتكلم طبعا على السلالة الهاي بلس اللي احنا بنشتغل بيها، نقول مثلا انا بطلع السلالة عمر 3 شهور المفروض انها متوسط بتكون 3 كيلو. الله، طب انا فطمت على سلالة يعني ام وذكر، سلالة يعني نتاية او ذكر. تمام. النتاية بنطلعها دايما عمر 3 شهور 3 كيلو، الذكر بنطلعه عمر 4 شهور 3 كيلو 750، وتبقى داخل على انتاج على طول ولا لسه بتقعد عندي في المزرعة؟ لسه في فترة انتظار شهر، اصبح النتاية اللي عمرها 3 شهور هتبقى هتوصل 4 شهور 3750 ل 4 كيلو. انت النهارده شغال بسلالة اسمها الهاي بلس. تمام. بتقول انها نموذجية واحسن سلالة موجودة في السوق وكلها مستوردة. طب ليه حكمت بكده؟ لان شفت الانتاج، يعني كنت شفت الانتاج عنده من قبل، لقيت الانتاج عنده، انتاج الامهات عنده افضل من انتاج عندي كتير بالسلالة اللي موجودة عندي. انت كنت بتعمل كام بالهجين ولدات او خلفات وبالسلالة الهاي بلس؟ طبعا متوسطات الاحجام، الفورمة بتاعت الارنب، طبعا اصول السلالة طبعا بورقها وبشغلها وبالشغل الاستيرادي بتاع او الورق الاستيرادي بتاع السلالة، فطبيعي يعني ان الاستنباط او الهندسة الوراثية في اوروبا شغالة او فرنسا خصيصا شغالة على مستوى اعلى كتير من اللي موجود عندنا. بالنسبة